السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. توفرت هالمطارح هذه، مطارح النوم، بعض الناس يستخدمها للجلوس. طبعا ميزته انه الحشو كثيف، وهذه حقتي انا استخدمتها لمدة تقريبا سنتين، ما ابوه مكان ما طبته ولا اختلفت علي. اللهم صل على نبينا محمد. الحشو طبعا بالنسبة للمقاسات زودت من الجوانب اللي هو قماش التنزاني ذا، من العرض من الطول، علشان تاخذ راحتك وانت نايم، ما تصير صغيرة لا من ناحية العرض ولا من ناحية الطول. طبعا تقريبا عرضه 1 متر وطوله يجي له 1.95 متر. طبعا نلبسه من الأسفل اللي هو قماش التنزاني، شوفت عينكم المسكات اللي هي السد والسوري، جودة عالية. حطيت هنا اللي هي الحلق هذا علشان تشد به المسكة وتكون يكون حجم المطرحة صغير بعد التصفيط. طبعا هنا حطيت اللي هو الشمع. طبعا ميزة النقماش بارد، وأنا حقيقي استخدمه لأني أنحشر من فراشها البرا اللي هو التنزاني، خاصة بعد لو صارت بالصيف أو للصيد، ودك زي ذي عشان تصير خلاص مفتوحة ونافة ولا تاخذ بعد عليك مكان بالسيارة. هذا شكلهن بعد التصفيط. طبعا متوفر بثلاث ألوان اللي هو العنابي والأزرق والأصفر. حياكم الله.